ومما يستوجب الخوف من الشرك إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن من الشرك ما هو شرك خفي، وبالغ عليه الصلاة والسلام في بيان خفائه بضرب مثل عجيب جدير بأن يتأمله المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ما قال مثل دبيب النمل، قال أخفى من دبيب النمل. بالله عندما يكون المرء جالس في مثل مجلسنا هذا وتمر من جنبه نملة تدب إلى حيث وجهتها، أيشعر بهذا الدبيب؟ قال الشرك أخفى من دبيب النمل. هذا أيضا مما يوجب الخوف واللجوء الدائم إلى الله سبحانه وتعالى أن يقي العبد وأن يعيده من الشرك. ولهذا لما أخبرهم بذلك حثهم على الدعاء الناصح صلوات الله وسلامه عليه، حثهم على دعاء عظيم يجدر بكل مسلم أن يحفظه وأن يحافظ عليه، وصية من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، مقام تحذير من الشرك وبيان خفائه. قال: ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام أن يقولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذه دعوة عظيمة احفظها وحافظ عليها، وهي ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. احفظها وحافظ عليها، وأيضا اكسب الأجر، أهدها إلى زملائك وأصدقائك وجيرانك وقرابتك، كلما دعوا بهذه الدعوة نلت بذلك أجر الدلالة، فإن الدال على الخير كفاعله. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم.